لماذا يصمت حين يحبك؟ أو كيف تعرف أنه يحبك بصمت؟ كتير عم يوصلني أسئلة إنه بحس هيدا الشخص بحبني ولكن مش عم يعترف، أو بحسه بحبني ولكنه عم يبعد عني أو عم يتجاهلني، مع إنه شعوري وإحساسي بيقول إنه بالفعل بحبني. بالفعل قد يحدث هيدا الأمر والشخص يكون عم بحبنا من بعيد لبعيد وبصمت أو من دون ما يعبر لفظيا عن حبه لإلنا، ولكن من خلال سلوكه وتصرفاته ولغة جسده منحس فعليا إنه هيدا الشخص بحبنا بصدق. هلأ سبق وحكينا بغير فيديوز عن كيف تعرف أنه يتهرب منك لأنه يحبك. طبعاً رح أترك لكم رابط الفيديو بصندوق الوصف. بهيدا الفيديو حكينا عن الفيلوفوبيا، شوي رح يكون نوعاً ما الأسباب متشابهة عن الشخص اللي بيتهرب منك لأنه بحبك واللي عنده فيلوفوبيا، وأيضاً بتشبه نوعاً ما الشخص اللي بحبك بصمت وما بيعترف لك بحبه. هلأ قد يصمت الشخص لعدة أسباب. أول سبب عدم قدرته على الارتباط حالياً، بحس إنه تصريحه أو اعترافه بالحب خاصة إذا كان رجل قد يفرض عليه واجبات أو مسؤوليات معينة ومن ضمن الارتباط، وقد يكون غير جاهز للارتباط حالياً. السبب الثاني هو الشخص قد يكون مجروح أو يعني عنده جرح عاطفي من علاقة سابقة وبعده ما شفي منها، وهو بالفعل بحبك ولكن خايف يعترف بحبه، أحسن ما تتركه أو تجرحه. أيضاً السبب الثالث قد يكون مجروح منك أنت، يعني أنت من دون ما تنتبه قد تكون بدر منك تصرف أو أي كلمة أو أي سلوك جرح هيدا الشخص، وبالتالي فضل أنه يصمت أيضاً مخافة أنه يحس كلامه بغير محله أو يحس أنه كلامه قد يكون مرفوض من قبلك. النقطة الرابعة، الشخص قد يكون يعاقبك نوعا ما، قد يصمت الشخص عن الاعتراف إذا كان عم بيعاقبك نتيجة أيضا لتصرف أو لسلوك معين مسيء أنت تصرفته تجاه، سواء بشكل مقصود أو بشكل غير مقصود. النقطة الخامسة، قد يصمت الشخص لأنه ما بيعرف كيف يبدأ المحادثة، وكنا سبق وبلشنا بفيديوز نعلمكم كيف طريقة بدء المحادثات سواء وجها لوجه أو سواء عبر وسائل التواصل، وهيدي الفيديوز عم تنعمل خصيصا للأشخاص اللي بالفعل عندهم نقص بالقدرة على التعبير عن مشاعرهم وعواطفهم عن طريق الكلام. وطبعا هيدا الموضوع يحتاج إلى تدريب خاص، إن كان تدريب بالحياة الحقيقية وإن كان من خلال التعلم ومشاهدة هيدا النوع من الفيديوهات اللي بدي يصير قدمها، وقدمت نموذج عنا بحلقة سابقة حكينا كيف تبدأ المحادثة أو كيف تعلق شخص بك عن طريق الدردشة، وأيضا كل هيدي الأمور قد تكون مفيدة لهيدا النوع من الأشخاص اللي ما بيعرف يعبر لفظيا عن مشاعره تجاه الطرف الآخر. هلأ كيف بتتعاملوا مع هيدا الشخص؟ إذا كنتوا عم بتصادفوا شخص من هيدا النوع كيف بتتعاملوا معه؟ أهم شيء إنه ما تضغطوا وما تحسسوا إنكم عم تضغطوا عليه ليخرج الكلام أو ليتلفظ بالكلام اللي بدكن إياه. كونوا إيجابيين معه، كونوا مشجعين، يعني شجعوا بطريقة إيجابية ولكن بدون ما تحسسوا بطريقة مباشرة إنكم عم تضغطوا عليه لحتى يقول هيدي الكلمات أو لحتى يعترف، أو كأنه تحسسوا كأنه على كرسي الاعتراف أو عم تجروا تحقيق أو استجواب معه، لأن هيدا الأسلوب رح يزيد من صمت الشخص ورح بالتالي رح يزيد من نفوره ومن ابتعادكم عنه. فأهم شيء نضلنا عاديين طبيعيين، نتصرف بإيجابية مع هيدا الشخص، وأيضا نحاول قد ما فينا كمان نحن ما نحكي كتير بالعواطف
ونتلفظ بالكلام العاطفي والأمور العاطفية كمان، لأن هيدا الشيء قد يكون نوع من الضغط بطريقة غير مباشرة عن هيدا الشخص. فإذا نخفف من الكلام العاطفي مع هيدا الشخص، ولكن بنفس الوقت نكون إيجابيين ومتعاونين معه، وما نسأله وما نستجوبه وما نضغطه لحتى يعترف بمشاعره تجاهنا. طبعا بنهاية الفيديو بحب ذكركم بالمثل المعروف، ألا وهو: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. كلماتكم كمان مش دايما تعبروا عنها بشكل عشوائي، مش دايما تتلفظوا بالأمور اللي مش لازم تتلفظوا فيها. بدنا نعرف متى نتكلم ومتى نصمت، هنا يكمن النجاح وهنا تكمن الخبرة نوعا ما، لما نعرف أيمتى نسكت وأيمتى نحكي. ومش دايما نعبر عن كل شيء بقلبنا، وكمان مش دايما نسكت ونصمت. بدنا نعرف نلاقي هيدا الخيط أو هيدا التوازن، وهيدا طبعا بصير نتيجة للتعلم وللخبرة، وأيضا مشاهدة محاضرات أو غيرها من الأمور. كمان نقطة كتير مهمة، إذا كان عندكم مشروع أو أي شغلة بدكم تقوموا فيها بالمستقبل بتتعلق بعملكم أو بحياتكم العاطفية، حاولوا أيضا ما تخبروا عنا قبل ما تتم، لأنه هناك بعض الأشخاص قد يرسلوا لك نوع من الطاقة السلبية أو يحسدوك، وبالتالي قد يؤثروا سلبا على نجاحك أو على استمراريتك بهذا المشروع. فتعلم أنك تصمت عن مشاريعك المستقبلية قبل أن تتم، وعندما تتم بإمكانك أن تخبر الجميع عنها. طبعا لاستشاراتكم الخاصة أو العادية بتقدروا تتواصلوا معي عبر الروابط اللي تركت لكم إياها بأسفل الفيديو أو بأول تعليق.